باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيه مسائل: الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الثانية تفسير قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الثالثة وهي المسألة الكبيرة وتفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه ما من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشرة الشاهد لكون الأمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها. مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها.